مرأة في بنزرت حامل رميت روحها من الطابق الثالث. عاد حوايج البيبي هزوهم خبوهم عليا. فرحانة نمشي انا وياك. شريت حوايج البيبي؟ شرينا. شريت حوايج الولد؟ شرينا. شرينا هبط نمشي نجيب لها. تبدا هي قاعدة في الصالة وانا نجيب لها حوايج البيبي تعمل لي ماما حسك قدوها في حياتي ريت وكتها بتعمل فيهم. قلت تحب ليه تيجي هذي تعب تيجي فسكوا ليش. آخر مرة كي جيت راجع قلت لها بنيتي راني مش راجعة راضية على الرجعة بتاعك هذي. قسما بالله أو أول مرة في حياتي نقول لها الكلام هذا نقول لها بنيتي مانيش راضي على رجعتك على رجوعك يا ريتها سمعت كلامي. تروا نقطة استفهام كبر القضية ماهيش سهلة مش بالبساطة أنه هذه المرأة رميت روحها وانتهى الأمر حتى ولو كل الأحداث وكل المعطيات تؤدي ربما أنها رميت روحها في جمعتها رأي جمعة ما كملتهاش كي رجعت دي رجعت نهار ذي مات نهار جمعة رأي. ما تموت بجمعة لبستوش خليته قاعد خاطر كل شيء كبرت عليا تنلبسه بعد ما نولد ليش عملت له ليش واني وحرقني أنا ماذا بيعرف الحقيقة بيعرفها بالتليفون يلزم يشوفوا التليفون يا رسول الله الجريمة التاسعة ليلا على قناة حنبعل مساء كل سبت ما تنساوش هذا الموعد.